مرحبا أعزائي التلاميذ مع درس جديد من دروس علوم اللغة. يتعلق الأمر بدرس البدل. سنتعرف في هذا الدرس إن شاء الله على أنواع البدل، وحتى نتعرف عليها سنسوق جملة من الأمثلة. انتبه معي عزيزي التلميذ إلى هذا المثال. عاد الأستاذ محمد من المدرسة. لاحظ المثال الماثل أمامك وتبين العلاقة المعنوية الرابطة بين الكلمتين الأستاذ ومحمد. العلاقة الرابطة حسب السياق الجملة الأستاذ محمد. لا شك أنك أدركت أنهما تدلان على شيء واحد. لو قمت بحذف الكلمة الأولى من المثال فقلت عاد محمد، هل غير ذلك من المعنى؟ طبعا لا، إنه لم يغير منه شيئا. ومعنى ذلك أن كلمة محمد تعوض كلمة الأستاذ، فهي بدل لها، وأن كلمة الأستاذ مهدت لكلمة محمد. إذن فالمراد بالأستاذ هو محمد، أي الاسم المقصود بالحكم في الكلام. والاسم السابق يسمى المبدل منه. إذن لدينا الأستاذ هو المبدل منه، ومحمد هو البدل. إذن البدل اسم تابع مقصود لذاته بالحكم، ممهد له باسم قبله يسمى المبدل منه. انتبه معي إلى الحركة الإعرابية لكل من الأستاذ ومحمد. لاحظت على أن البدل يتبع المبدل منه في حركته الإعرابية. إذن يتبع البدل المبدل منه في حكمه الإعرابي في الرفع والنصب والجر. إذن البدل هو كذلك من التوابع، أي يتبع البدل المبدل منه في حكمه الإعرابي في النصب والجر وكذلك في الرفع. أول نوع من أنواع البدل لدينا البدل المطابق. انتبه معي إلى هذه الجملة. اهتم الفاروق عمر بن الخطاب بالعدل. لاحظ أن الفاروق هو عمر بن الخطاب عينه، بمعنى أن البدل هو عين المبدل منه، وفي هذه الحالة تسمى المطابقة، أي أن البدل يطابق المبدل منه في المعنى. إذن لدينا الفاروق هو المبدل منه، ولدينا كذلك عمر هو البدل. إذن البدل المطابق هو ما كان فيه البدل عين المبدل منه، بالإضافة إلى البدل المطابق بدل البعض من الكل. لاحظ معي هذه الجملة.
يقضي الأستاذ النهار جله في إعداد الدروس. والجملة الثانية، يقضي الأستاذ الليل معظمه في إعداد الدروس. فكلمة جله وقعت بدلا عن النهار، وكلمة معظمه وقعت بدلا عن الليل. في عناصر الجملة، النهار هي المبدل منه، وجله هي البدل. كذلك في الجملة الثانية، الليلة هي المبدل منه، ومعظم المتصلة أو التي اشتملت على ضمير هي البدل. لاحظ معي على أن كلمة معظمه وجله قد اشتملت على ضمير يعود على المبدل منه ويطابقه. إذن بدل البعض من الكل هو ما كان فيه البدل جزءا من المبدل منه، ولا بد أن يشتمل على ضمير يعود على المبدل منه ويطابقه. أما النوع الثالث بدل الاشتمال. انتبه معي إلى هذه الجملة، أحب الناس الحسن زهده. لاحظ معي هذه الجملة جيدا، لعلك توصلت إلى أن البدل هو زهده، وأن المبدل منه هو الحسن كما ورد في سياق الجملة. لكن هل جاء البدل مطابقا للمبدل منه؟ لا. وهل جاء البدل جزءا من المبدل منه؟ لا. إذن لا شك أن الزهد ليس جزءا من الحسن، لذلك نقول أن الزهد منوط تحت المبدل منه، يدل على معنى فيه، يدل على معنى فيه. إذن في عناصر الجملة، نجد على أن المبدل منه هو الحسن، وأن البدل هو زهده. لاحظ معي زهده، كلمة زهده قد اشتملت على ضمير يعود على المبدل منه ويطابقه. استنتاج، بدل الاشتمال هو ما دل على معنى من المعاني التي يشتمل عليها متبوعه، شريطة أن يكون، شريطة أن لا يكون جزءا منه، ويجب أن يشتمل كذلك على ضمير يعود على المبدل منه ويطابقه. كاستنتاج، البدل اسم تابع مقصود لذاته بالحكم، ممهد له باسم قبله يسمى المبدل منه. ذلك يتبع البدل المبدل منه في حكمه الإعرابي في الرفع والنصب والجر. البدل المطابق وهو ما كان فيه البدل عين المبدل منه. بدل البعض من الكل
وهو ما كان البدل جزءا من المبدل منه، ولا بد أن يشتمل على ضمير يعود على المبدل منه ويطابقه. بدل الاشتمال، وهو ما دل على معنى من المعاني التي يشتمل عليها متبوعه شريطة ألا يكون جزءا منه، ويجب أن يشتمل كذلك على ضمير يعود على المبدل منه. إلى هنا أشد على أيديكم بحرارة وأرجو أن تعم الفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.